السلام عليكم. انا قاكلتكم بمدينة قديمة ولد باب جديد عمري 56 عام، مرض ازماتيك. كنت نعس خوف في السبيطار، جريو عليهم السبيطار، ودابا خوما كاين الحنين الله رحيم سي واحد سي واحد المحسن الله يكتر خيرو، هو اللي كيخلص ليا الكلام مسكين، كيشري الدواء الله يكتر خيرو الله يرحم الوالدين الله يجازي بخير. وهذا قال عطا الله وهذا، ودابا قال غاب الله على حنين رحيم سي والله سي جاب الله عتقني مسكين، كيخلص ليا الكراوات، كيخلص ليا الماكلة ديالي، كيخلص ليا الدوايات الله يكتر خيرو الله يجعل الصربي يخلي صحته يخلي الدراري يخلي الصحة ديالو. هذا كنطلب من محسن يجيو معايا، خاصني واحد لاباي ديال الاكسجين والغاب الله ديال سيكليت. واخا ندوز بحالكو ديما بحالكو، خرج ما كنهضرش عليها، كنسخن مسكين السيد اللي وقف معاكم، كيجي لما ناكل يجي لي سميتو كنضيع بلاصتي. كنت محسن يجي يشوف ولد الحليبية الله يحميه الله يرحم سوا ذاك السيد اللي كيخلص لي كرام الله يكتر خيرو والله يرحم الوالدين وزير الصحة يشوف لي الحالة اللي فيها. أنا دابا كنطلب من وزير الصحة يشوف لي الحالة اللي فيها لحنين الله يرحم، وخرجوني من السبيطار، جريو عليا من السبيطار، علاش جريو عليا من السبيطار؟ عندي الرامي ديالي عطا لنا سيدنا الله يكتر خيرو ومجري عليا من السبيطار، علاش مجري عليا؟ علاش ماشي مواطن؟ واخدو السونامة هذاك البرد ديال الكورونا ما بغاوش يلقوها ليا، قالوا تجبنا ورقة من عند الطبيب، من عند الطبيب يكون من دي بي اوكي باش ندير الجلبة، مي مشيت عندهم ما قبلونيش، ما قالوا لي ما تجبنا الورق ديال السبيطار، الورق السبيطار كان ضاعوا ليا طاحوا ليا. الله لا والو، علاش؟ هاو ديما علاش نعقلنا بهم الاول؟ C'est le sérieux aussi. C'est le sérieux aussi.